I was pissed at you. Now here's what I'm gonna do. I know a debt to love has been paid. Chez Total, on en fera toujours plus pour vous. Total, partenaire du football africain. مشاهدي موقع لو 360، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم قراءة في الصحف المصرية، والبداية ستكون بالأهرام المسائية والتي خصصت صفحة عن المنتخب المغربي والمنتخب التونسي الذي تنتظرهم مباراة حاسمة من أجل تحقيق التأهل، حيث عنونت قلوب العرب بين تونس والمغرب ليلة الأسود الأطلس. فرقة رونار تواجه كوت ديفوار في قمة الأستاذ والتلميذ، بينما مهمة نصر قرطاج مواجهة صعبة لجيريس أمام مالي اليوم. بينما عنونت صحيفة الوطن المصرية أن المغرب في صراع الحفاظ على صدارة أمام الكوت ديفوار، حيث سيلتقيان المنتخبين مساء اليوم الجمعة. بينما خصصت صحيفة الجمهورية المصرية صفحة كاملة عن إنجازات المنتخب المصري في أولى مباريته بالكان، والذي ضمن تأهله إلى الدور الثاني عقب تغلبه على المنتخب الكونغولي بهدفين دون رد. ونعود إلى أخبار منتخب الوطني المغربي، حيث عنونت جريدة الأخبار المصرية أن أسود الأطلس تصطدم بالأفيال اليوم، المغرب تخسر جهود بوطيب وكوت ديفوار تراهن على بيبي. بينما تحدثت جريدة الأهرام المصرية عن تأهل المنتخب الجزائري إلى الدور الثاني من نهائيات كأس إفريقيا، وذلك عقب تغلبه على المنتخب السنغالي بهدفين دون رد، حيث عنونت منتخب الجزائر يتخطى موقعة السنغال بهدف البليلي. بينما كشفت جريدة الوفد المصرية أن اتحاد الكرة يعفو عن وردة وقرر مشاركته في يد أكيري، وذلك بعدما تم استبعاده عن نهائية كأس إفريقيا قبل أن يتراجع الاتحاد المصري عن ذلك. مشاهدي موقع لو 360، وصلنا لنهاية الحلقة، نتمنى التوفيق للمنتخب الوطني المغربي أمام نظيره الإيفواري، ونلقاكم غدا في حلقة جديدة.